مسلسل بلود. تبدأ قصة المسلسل ويا شاب وسيم جميل اسمه جون، او نعرف انه جون هو دكتور ماهر، وهو كان كلش يحب الوظيفة. وبأحد الايام جون يروح ساحة المعركة على مود يعالج جنود المصابين، وبهاي اللحظة يجي على صديقه ويقول له انه اكو بنية تصوبت وحالتها خطرة جدا. فجون يقرر انه يروح يعالج هاي البنية، لكن صديقه يرفض ويقول له انه المعركة مشتدة وانه ممكن بعد دقائق احنا نموت. لكن جون كان مصر على قراره انه يروح يعالج هاي البنية. وبهاي اللحظة كل الجنود يغادرون أرض المعركة لأنهم عرفوا أن الإرهابيين راح يجون، والدكاترة أيضا يغادرون أرض المعركة ويعفون الجنود المصابين على وضعهم ما عدا جون اللي هو بقى مصر أنه يروح ويعالج البنية اللي مصوبة. وبالفعل هو يروح للبنية ويكتشف أن حالتها خطرة جدا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه هو قدر أنه ينقذ حياتها. وبعد فترة قليلة هو يقرر أنه يغادر البناية بعد ما تأكد من صحة البنية. وقبل ما هو يطلع من المبنى سوء الحظ الإرهابيين يوصلون ويشوفون جون، وهم يقولوا له سلم نفسك قبل ما نقضى على حياتك. لكن جون ما يهتم لهم ابدا، فالارهابيين يحسبون كلش ويطلقون عليه النار، وهو يتصوب باكثر من رصاصه ويوقع على الارض. وفجاه جون يقوم وكانما ما صار به اي شيء، وهو يهجم على كل الارهابيين ويقضى عليهم خلال لحظات بسيطه. وهسه نعرف انه جون هو مصاص دماء، وهو كان مصاص دماء من النوع الطيب والغير مؤذي للبشر. وبعدها نرجع للماضي قبل هاي الاحداث كلها حتى نعرف حياه جون شلون صارت. ونعرفهم جون وابو جون كانوا مصاصين دماء، وهم دائما كان يطاردهم رجل مافيا يريد من عندهم شغله معينه. وباحد الايام ابو جون يطلب من ام جون انه تاخذ جون وتسافر للخارج حتى هم يضمنون انه جون يعيش بسلام وبعيدا عن المشاكل اللي جايه تصير لهم بشكل يومي. وبالفعل ام جون توافق انه تاخذ جون وتهرب من البلد. وبعدها نشوف العصابه وهم ببيت ابو جون، وللاسف هم يقتلون ابو جون وينهون حياته. وبعد مرور سنوات عديده جون يكبر، وباحد الايام هو كان خارج البيت، ولما يرجع للبيت هو ينصدم لما يشوف عصابه هاجمين على امه ويضربون بيها، فهو يعصب ويهجم عليهم بسرعة، لكن هو ما قدر يقاومهم بسبب القوة مالتهم. فهو يقرر انه يستخدم قدرة مصاصين الدماء حتى يقدر يتغلب على العصابة، بس للأسف محاولته باهت بالفشل، والعصابة يحقنون ام جون بأبرة سامة. وبعد دقائق قليلة ام جون تفارق الحياة، وجون كلش ينقهر على امه، وهو يقرر انه يعرف رئيس العصابة ويقتله. اما هسه فنرجع للحاضر ونشوف جون بالمستشفى اللي يشتغل بيها، وبهذا الوقت هو كان واقف، وفجأة تجي دكتورة اسمها ري، وهي توقع نظاراته من غير قصد، وعلى الرغم انه هي وقعت نظاراته هي ما تعترف بغلطها وتقول له انه الغلط من عندك لان انت واقف بنص المستشفى. فجون ما يهتم للموضوع ويروح ويحضر الاجتماع، وهو يشوف ريدا تحكي للدكاتره عن العمليه اللي هي راح تسويها لاحد المرضى. لكن جون يعرض ري ويقول لها انه تفكيرك كله غلط، وانه انت اذا سويت هاي العمليه فمعناها العمليه ما راح تنجح. بس ري ما تهتم الكلام جون وتقول له انه انا راح اسوي العمليه او ما راح اهتم الكلام احد. وهسه نعرف انه ري هي دكتوره متكبره لدرجه جدا عاليه. وبعد فترة قليلة العملية تبدأ، أو كان جون وباقي الدكاترة قاعدين ويراقبون ري من فوق، ومدير المستشفى كان قاعد يباوع على العملية واللي هو كان عمري، ولهذا السبب هي دائما تسوي اللي هي تريده ومن دون أي تردد أو ما حد كان يقدر يوقفها. وبمرور الوقت العملية كانت سارة بكل سلامة من غير أي مشاكل، بس فجأة ري تسوي خطأ فادح، وبسبب هذا الخطأ المريض يبدأ ينزف دم بكمية كلش كبيرة، وري تقلق كلش وتتوتر، ومدير المستشفى والدكاترة كلهم يدخلون بحالة إنذار. وبعد دقائق قليلة جون يدخل غرفة العمليات ويقرر انه يصلح الغلط اللي هي سوته، وبسبب خبرته العالية بالجراحة هو يقدر انه يصلح الغلط. وبعد فترة زمنية قصيرة العملية تكمل باتم وجه ومن دون اي مشاكل. اما ريف هي كانت ضايجة كلش ومعصبة لانه ما قدرت تثبت لعمها وللدكاترة انه هي تقدر تسوي هاي العمليات. وبعدها نشوف جون وهو ياخذ حبوب معينة، وهو ياخذ ذني الحبوب على مود رغبته تقلب الدماء وما يمتص الدماء اللي يشوفها، ولهذا السبب هو قدر انه يقاوم نفسه ويسوي عمليات جراحية كبرى. وبمرور الايام ري وجون كانوا دائما يتعاركون، وهم وين ما يشوفون بعض لازم يتعاركون. وبعدها نشوف جون هو دا يمشي بالمستشفى، وبهاي اللحظه هو يحس انه اكو شيء غريب بداخله، وهنا تكون اكو حفله بمناسبه تعيين مدير جديد للشركه. وهسه نعرف ان المدير الجديد اللي راح يتنصب هو زعيم العصابه اللي قتل عائله جون، ولهذا السبب جون كان يحس بشيء غريب ومو طبيعي، وهو ما كان يعرف ان مدير المستشفى الجديد هو الشخص اللي يريد ينتقم من عنده. وبعد فتره زمنيه جون كان مخبوص كلش لان هو عنده عملية جراحية فوق الكبرى لأحد المرضى. وبهاي اللحظة كان اكو شخص مجهول وغير معروف، وهو يروح يدخل المكتب جون، وبعدها يروح للخزنة اللي بها الحبوب اللي جون ياخذهن، وهذا الشخص يستبدل الحبوب بحبوب أخرى غير معروفة. وبعد فترة قليلة جون كان جاهز على مود يروح يسوي العملية، وقبل ما هو يروح لغرفة العمليات هو يروح المكتب مالته، وبعدها وكالعادة يبدأ ياخذ من الحبوب اللي الشخص المجهول حطهن، وهو ما كان ملاحظ أن الحبوب متغيرات. وهسه نعرف أن ورا كل اللي صار هو زعيم
العصابة، وهو أرسل هذا الشخص المجهول حتى يستبدل الحبوب، أو نعرف أن ذن الحبوب يزيد رغبة الشخص اتجاه الدماء. والزعيم كان هدفه هو أنه يكشف جون قدام كل الدكاترة. أو بعدها نشوف جون بغرفة العمليات، والدكاترة وزعيم العصابة كانوا قاعدين بالمراقبة. أو بعد فترة قليلة جون يشوف الدم ورغبته كلش تزيد، وهو بقى يحاول أنه يقاوم، فمباشرة يطلع من غرفة العمليات ويرجع للمكتب مالته، ويروح ويطلع الحبوب الاحتياط اللي هو كان ضامهن. وأول ما يأخذ الحبوب هو يحس أن رغبته بالدماء قلت كلش، وأيضا هو يحس بتحسن جدا عظيم. أو بعدها يرجع يكمل العملية، وهنا الزعيم كلش يضوج لأنه جون قدر يقاوم رغبته. وبهاي اللحظة جون يلاحظ أن مدير المستشفى دائما عينه عليه، لكن جون يترك الموضوع اللي صار له حتى يركز بالعملية. وفجأة جون قدر أن يكمل العملية بسلام ومن دون أي مشاكل. وبهاي الأثناء هو يرجع للبيت، ونعرف أنه كان عايش ويا صديقة رامي، ورامي كانت عنده خبرة جدا عالية بالتكنولوجيا والتطور، وأيضا هو يعرف يسوي أبحاث على كل شيء. وهم الاثنين بقوا يبحثون عن الحبوب المزيفة اللي كانت موجودة بالخزنة. وبعد بحث دقيق هم عرفوا أنه أكو شخص إجا وخلى الحبوب بالخزنة على مود يزيد رغبة جون اتجاه الدماء. وجون يقلق ويتوتر لأنه ما ده يعرف منه السبب اللي صار له. وبهاي اللحظة نشوف زعيم العصابة وهو مجتمع ويا جماعته، وهو يقول لهم أنه إحنا لازم نقضي على جون حتى نتخلص منه. وبهذا الوقت ريت تروح البيت جون حتى تتعارك وياه، وهم الاثنين يبقون يتعاركون من دون سبب، بس نعرف أن هم الاثنين ما حشاي الحقد على الثاني. وهنا جون حس أنه أكو شيء غريب بداخله، وهو يعرف أنه أكو شيء راح يصير له. وبالفعل كان أحد رجال زعيم العصابة موجود من قرب من بيته، فهنا جون يقرر أن يوصل ري للبيت لأنه هو حس إذا عافها راح يصير لها شيء. وبالفعل هو يوديها لبيتها، وهو بقى يمشي ويدور على أي شخص يشوفه لأنه هو حس أنه أكو خطر عليه. وبهاي اللحظة يطلع له الشخص اللي كان راقبه، وهو بقى يطارد بيه لحد ما هم الاثنين يوصلون لمكان معين، وهم تعاركوا بمعركة قوية. وعلى الرغم أنه جون قوي إلا أنه الشخص اللي قدامه أقوى منه. وفجأة جون يعرف أن الشخص اللي قدامه هو مصاص دماء، وهنا يظهر شخص من وراء جون ويحقن بأبرة، والأبرة تدخل برقبة جون. وجون كان ما يعرف شنو سبب اللي ده يصير. وبعد فترة قليلة جون يقدر أنه يسترجع قوته، وهو يطلع الأبرة ويروح ويطلع للشارع. والحسن الحظ كانت ري واقفة، وهي تلاحظ أن جون مو بحالته الطبيعية. وفجأة جون يوقع على الأرض، فري تروح له مباشرة، وهي تلاحظ أن جسمه بارد كلش، فتشك أنه هو مات، ومباشرة تنقله للمستشفى، وتبدأ تسوي له فحوصات لكل جسمه، وهي تنصدم لما تعرف أنه نتيجة الفحوصات سيئة جدا. وبعد لحظات قليلة جون يصحى، وكأنه ما صار لأي شيء، فريد تسأل جون وتقول له شنو السبب اللي صار لك، وشنو السبب اللي خلاك توقع على الأرض فجأة ومن دون أي سابق إنذار، لكن جون ما يهتم لكلامها أبدا، وهو يقول لها أنه هذا اللي صار لي طبيعي، لأن أنا تعبان من العمل. وبعدها هو يرجع للبيت، وهو كان جايب ويا الأبرة اللي مصاص الدماء حقنها بي، فجون يطلب من رامي أنه يبحث ويعرف نوعية المادة اللي موجودة بهاي الأبرة. وبثاني يوم الصبح جون يروح للمستشفى، وهو كان مخبوص لأن أحد المرضى حالته خطرة، وأن العملية لازم هسه تصير. وجون يروح يسوي العملية للمريض، وفجأة رامي يتصل بجون ويقول له أنه المادة اللي موجودة بالأبرة هي مادة مسممة، وأنه هاي المادة نفسها المادة اللي أمك ماتت بسببها. وهنا جون يعرف أنه العصابة اللي قتلت أمه قريبة عليه، ولهذا السبب جون قرر أنه يبحث على العصابة على مود ينتقم منهم. وفجأة يشوف شخصين دايراقبوهم، وهو عرف أنه اللي دايراقبه من ضمن العصابة، فمباشرة يعرف العملية ويروح يطارد ذول الأشخاص اللي كانوا يراقبوه. وهنا تصير معركة بيناتهم، وجون كان على وشك أنه يقتلهم، لكن بهاي اللحظة الشرطة توصل، والشخصين اللي من ضمن العصابة يهربون. وبثاني يوم جون يروح المستشفى، وهو يلاحظ أنه كل ما يشوف الدم حالته تتغير، أو دائما كان على وشك أنه يشرب الدم، لكن بآخر لحظة هو سيطر على نفسه، ونعرف أنه كل اللي دا يصير له هو بسبب الحقنة اللي العصابة حقنوها بيه. بعدها جون يلاحظ أنه أكو فوضى صارت بالمستشفى، فيروح حتى يشوف شنو سبب هاي الفوضى اللي صايرة. وهنا هو يعرف أنه أكو مريض متهجم على الدكاترة، والمريض كان بحالة هستيرية، وهو كان يريد يشرب الكحول لأن هو مدمن عليه. وفجأة جون يشوف الدم، وهو حتى تتغير وحس بشي غريب. أو بعدها المريض يلزم أداة معينة أو يهجم على ري، لكن جون يدارك الموقف ويوقف قدام ري، وهو يتلقى الضربة وعلى أثرها يبدأ ينزف. وبهاي اللحظة الحراس يقبضون على المريض، وري تروح لجون على مود تطمئن على صحته لأن هو ضحى بنفسه لأجلها. وفجأة جون ينسى أنه هو مصاص دماء لأن الجرح مالته التئم بسرعة، وري أول ما تشوف الجرح اختفى تنصدم وما تعرف شو تسوي، فجون مباشرة يخلي إيده على خده ويرجع للمكتب. وبعدها هو يرجع للبيت ويقول الرامي أن مفعول الحبوب اللي أنا أخذه المدى يشتغل عندي، لأن أنا أول ما أشوف الدم أحس بإحساس غريب وغير معروف، وأنه أنا اليوم انجرحت والجرح التئم مباشرة. وسوء الحظ ري كانت واقفة قدامي، وهي شافت الجرح لما التئم، وأني كلش قلق ومتوتر خافية عرفت أنه أنا مصاص دماء. فرامي يقول له أنه أنا رح أحلك الموضوع، وأنا ما رح أخلي أحد يحس أنه أنت مصاص
رصاص دماء، وبثاني يوم جون يروح للمستشفى وهو كان مخلي لزقة جروح على وجهه، وبعدها ريت تروح على جون حتى تطمئن عليه، وهي أول ما تشوف تشيل اللزقة اللي على الجرح على ما تتأكد إنه هو مجروح لو لا، وبالفعل هي توخر اللزقة وتلقى الجرح موجود، وهسه نعرف إنه جون ورامي رسموا جرح على خد جون حتى ريت ما تعرف بيه مصاص دماء، وبهاي اللحظة يصير اجتماع بين الأطباء، والأطباء كانوا يتناقشون على اختيار دكتور واحد حتى يروح للمؤتمر الطبي، وفجأة جون يقرر إنه هو اللي يروح حتى يبتعد عن العمليات، وأيضا على مدرغبته بالدم تبتعد، وبالفعل بعد فترة قليلة هو يروح للمؤتمر، وهو كان ماخذ وياري لأن هي أيضا قررت إنه تروح للمؤتمر الطبي، وبعدها جون وري يروحون يحضرون بهذا المؤتمر، ولما يجي الليل جون وري يروحون للمطعم، وري تبقى تشرب كحول بكميات كبيرة، وهي تفقد السيطرة على نفسها وتبقى ترقص وتلعب ويا الناس اللي داير ما يدورها، وهنا جون وري يطلعون من المطعم، وبسبب الكحول اللي ري شربتها هي تبقى تهلوس وما تعرف تمشي، فهي تنام على شتف جون، وهي أول ما نامت على شتفه هو يحس بإحساس غريب بتجاهها، وبعدها هو يشيلها على ظهره ويرجع بها للفندق اللي هم مستقرين به، لأن هي كانت مو بوعيها، وري تروح وتنام بالغرفة الخاصة، وفجأة هي تصحى على صوت فوضى خارج الغرفة، فهي تطلع على ما تتأكد شنو اللي صار، وهي تعرف إنه أكو شخص ادعى إنه أكو حريق بالفندق، بعدها جون يطلع من الغرفة مالته، ولسوء الحظ هو كان ماسح رسمة الجرح اللي كان راسمها، وهنا ري تشوفه وهو ما بي أي شيء، فهي تستغرب وتشك إنه جون ضم عليها شيء، ولما هو يرجع للغرفة ينصدم لما يشوف اللزقة والرسمة هو شايلهن، وهو يبقى يتمنى إنه ري ما شافته، وبثاني يوم هما الاثنين يجهزون نفسهم على مود يرجعون، وبهاي اللحظة توصل رسالة لجون من رقم غريب، والرسالة كانت عبارة عن إنه لو أنت تريد تعرف مكان العصابة اللي قتلت أهلك تعال لهذا العنوان، فجون يعصب كلش ويروح للعنوان، ولما يوصل يلاحظ إنه المكان مهجور، وفجأة يبدأ يطلع دم من كل مكان، وجون يبدأ يرجع للإحساس الغريب الغير معروف، وبعد فترة قليلة يظهرون أشخاص اثنين من العصابة، وهم كانوا على وشك إن يقتلون جون، لكن بهاي اللحظة يظهر شخص ملثم ويدافع على جون، وهو يضرب ذول الأشخاص اللي من العصابة، ونعرف إنه هذا الشخص الملثم هو مدير المستشفى، واللي هو نفسه زعيم العصابة، وهو سوى هيجي حتى يكسب ثقة جون، وبالفعل جون كلش ثقة بزعيم العصابة، وبثاني يوم الزعيم يبقى يتقرب من جون على مود يكسب ثقته أكثر، وجون كان كلش ثق وحب الزعيم اللي على أساس هو مدير المستشفى، بس بنفس الوقت هو حس إنه أكو شيء غريب، أما ري فهي قررت إنه تبتعد من جون لما شافت الجرح اختفى من وجهه، لأن هي عرفت إنه جون ضام شغلة مهمة عن الناس كلها، وهي كانت تتجنب إنه تحكي ويا جون بكثرة، وبعدها هو يروح على ري ويطلب من عندها إنه يحكون على انفراد بموضوع مهم، وهو كان يريد يحكي لها عن كل اللي هو بيه، لكن هو يتردد ويقول لها إنه أنا بيا مرض غريب، والمرض هذا هو إنه الجرح يلتئم مباشرة، وجون يأخذ إدري ويخليها على رقبته، وهو يقول لها إنه أنا دائما درجة حرارتي كلش منخفضة، وبالفعل ري صدق بكلامه، وبعدها هو يروح ويأخذ حبوب لأن هو عنده عملية جراحية، وبطريق الغرفة العمليات هو حس بالغثيان، وهو كان مو على استعداد إنه يسوي العملية، وفجأة هو يشوف ممرضة شايلة أكياس دم، فيقرر إنه يهجم عليها ويمتص كل الدم اللي هي شايلته، بس بآخر لحظة الزعيم يطلع ويمنعه، وهو سوى هيجي حتى يبين قدام جون إن هو طيب، وبعدها الزعيم يأخذ جون لبيته ويعرض عليه مادة معينة، ويقول له إنه هاي المادة كلش راح تفيدك، وهسه نعرف إنه هاي المادة هي عبارة عن دم، ومدير المستشفى أجرى على الدم بعض التعديلات حتى يغير لونه، وهنا جون يقتنع بكلام الزعيم وكان على وشك إنه يشرب الدم واللي على أساس مادة تفيده، بس بآخر لحظة هو يمتنع من شرب الدم، وهو يعرف إنه المدير ده يحاول يأثر عليه من أجل شغلة معينة، وبعدها جون يطلع من بيت الزعيم، أو قبل ما هو يطلع يأخذ كيس دم من بيت الزعيم، وهو يرجع للبيت ويروح الرامي ويقول إنه أنا بدك تفحص هاي المادة أو تتأكد منها، وبالفعل رامي يبقى يبحث عن مصادر الدم، وهو بقى يبحث ويحلل الدم لمدة يومين كاملين، وبعدها رامي وجون يقعدون سوا، ورامي يقول للجون إنه هاي المادة عبارة عن دم إنسان بشري، وهنا جون ينصدم كلش لما يعرف إنه الزعيم كان يريد وقع بالفخ، وبهاي اللحظة كان جون عبارة عن بركان غضب وانهيار عصبي ونفسي، قرر إنه يصير هادئ وما يتهور بأي خطوة يخطاها، وبعدها هو يروح الري لنعرف إنه هي تعبانة ومريضة، وجون يدخل ويا ري للبيت ويبقى يعتني بيها ويراعيها، وهم الاثنين كان الواضح عليهم إن هم بدأوا يحبون بعض، وجون يبقى يعامل ري معاملة كلش طيبة، وهو يبقى يمها طول اليوم حتى إذا تعبت يأخذها للمستشفى، وبثاني يوم يشوف المدير هو يسوي تجارب على المرضى حتى يصنع دواء جديد، ونعرف إنه الزعيم ناوي على شيء مو زين، فأما الدكاترة اللي بالمستشفى هم يحسون إنه أكو شيء غريب بهذا العلاج اللي المدير صنعه، فأحد الدكاترة يروح ويأخذ عينة من دم أحد المرضى اللي تلقى هاي الجرعة على مود يسوي على هاي الجرعة اللي صنعها المدير تحليل، وحتى يعرفون شنو نوعية الدواء وشنو يأخذ، وبالفعل هم يأخذون عينة ويروحون للمختبر، بس قبل ما يوصلون للمختبر يظهر قدامهم حراس المدير، وهم يطلبون من عدهم
لهم أنه ينطيهم عينة الدم، لكن الدكاترة يرفضون وما يقبلون ينطوهم العينة. وبهاي الأثناء جون يجي ويضرب أحد الحراس، وبعد دقائق معدودة الدكاترة ما كانوا يقدرون أنه يأخذون العينات للمختبر لأن الحراس أخذوهن من عندهم. وبعدها جون وري وباقي الدكاترة يجتمعون، وجون يقول للدكاترة أنه أحد المرضى مات بسبب الدواء اللي المدير صنعه، وأنه إحنا لازم نروح للمشرحة ونتأكد من جثة المريض. وبالفعل هم يتفقون أنه يجتمعون بمكان معين ويروحون للمشرحة، لكن هم تواجههم مشكلة وهي أن الحراس دائما مراقبين المشرحة، فهم تخطر على بالهم خطة وهي أنه يدخلون رامي للمشرحة. وبالفعل هم يجيبون رامي وخلوه يتنكر بشكل جثة على مود يقدر يدخل بداخل المشرحة، أو لما يدخل هو يروح ويأخذ بعض التفاصيل عن الجثة، لكن السوء الحظ هو ما يقدر يأخذ عينة دم من المريض. وبعد فترة رامي يطلع من المشرحة والدكاترة يجتمعون للمرة الثانية بحضور رامي، ورامي يقول للدكاترة التفاصيل اللي عرفها عن الجثة، لكن الدكاترة ما كانوا يكتفون بهاي التفاصيل اللي رامي جابهن لأن الشغلة المهمة اللي هم يريدوها ما جاب لهم إياه، واللي هي يقصدون بها عينة دم الجثة. وبعدها هم يتفقون على خطة أخرى. وبعد فترة نشوف دكتورة اسمها لينا داخلة للجناح الخاص بالمرضى اللي تلقوا العلاج، وهي كانت تريد تسحب دم من أحد المرضى، وعلى الرغم إنه هي ممنوعة من سحب الدم لكن هي تسحب الدم من أحد المرضى، والحراس اللي كانوا يراقبون الكاميرات ما ينتبهون عليها. وبعدها هي تطلع ويبدون الحراس يفتشوها، والحراس ما قدروا يلقون عندها أي شيء لأنه عينة الدم كانت ضامتها بشعرها، والخطة كانت ماشية بكل سلاسة وما بها أي مشكلة. بس بعد لحظات قليلة الحراس يعرفون إنه هي سحبت الدم، فبسرعة يقبضون عليها وكل الخطة تتدمر. وهسه نكتشف شغلة مهمة وهي إنه لينا تشتغل لصالح الزعيم، وهي كانت تنقل كل الخطط والشغلات المهمة اللي الدكاترة يتناقشون بيهن. وبهاي الأثناء كل الدكاترة يجتمعون ببيت جون ويبقون يتناقشون، وبعد ما يكملون مناقشة كل الدكاترة يروحون لبيوتهم ما عدا ري اللي هي تطلب من جون أن يوصلها للبيت، وبالفعل هو يوافق. وهسه نعرف أنه علاقتهم اتطورت بشكل كبير، ولما جون يوصل ري للبيت هي تقول له أنه أنت لازم تشتري ملابس جديدة بدل الملابس اللي عندك لأن الملابس اللي عندك كلهم لونهن أسود، وبالفعل هو يوافق. وبثاني يوم جون يروح ويا ري ويشتري الملابس، وري كانت كلش قريبة من جون لدرجة أنه هي تختار له وتنسق له الملابس، وجون دائما كان محرج من عندها. وبعدها نشوف جون وري بالمستشفى وهم كانوا موجودين يا مريضة على مود يطمئنون عليها. وبهذا الوقت كان جو ضايش كلش ويفكر بشغلة معينة لأن هم طلبوا من عنده أنه يسوي عملية خطرة كلش لأحد المريضات، وهو كان متوتر لأنه صار له فترة ما مسوي عمليات، وأيضا لأن هو ما كان يقدر يقاوم قدام الدم. فيرجع للبيت ويقول لرامي أنه أنا كلش خايف من العملية الجاية لأن أنا أعتقد أنه أنا ما أقدر أقاوم قدام الدم. فرامي يقول له أنه الحل عندي، وهو يروح ويجيب أبرة بها دواء ويحقنها بجون، وهو يقول له أنه أنت من هنا ورايح راح تقاوم بصورة كبيرة. وبيوم العملية جون كان خايف وهو كان قلق ومتوتر لدرجة كبيرة، وبهاي اللحظة تجي ري وتلزم إيده وتباوع بعيونه، وهو أول ما يباوع بعيونه يطمئن ويرتاح نفسيا، وجون يبدأ يبلش بالعملية. لكن بهاي اللحظة الدكاترة يعرفون أن المريضة حالتها متأخرة وأنه من المستحيل العملية تنجح، لكن رغم ذلك إلا أنه جون قرر أنه يكمل. بس ري تدخل وتقول له أنه أنت راح تتعب نفسك على الفاضي لأنه بالحالتين المريضة راح تموت، وبالفعل العملية تلغي. وجون يروح ويطلع من غرفة العمليات وهو كان ضايج لحد ما ري تجي عليه وتحضنه. وبهاي الأثناء لينا كانت شايفتهم، فهي تروح وتقول للزعيم أنه جون وري يحبون بعض، فمدير المستشفى يعصب ويقلق لأن اعتقد أنه ري عرفت أنه جون مصاص دماء. وبعدها نشوف ري وهي راجعة للبيت، ولما تدخل للبيت تحس أنه أكو حركة غريبة بالبيت. وبعد فترة يظهر أحد أفراد العصابة وهو كان على وشك أنه يقتلها، لكن بهاي اللحظة جون يجي وينقذ ري باللحظات الأخيرة، وهو يضرب هذا الشخص اللي إجا من طرف العصابة. وهنا جون يتذكر أنه الشخص اللي قدامه هو اللي قتل أمه، فيعصب كل شقوته تزداد ويضرب ضرب قوي، واللي من العصابة يروح ويلزم ري ويهدد جون. وبعد لحظات هو يشمر ري على الجدار، والسوء الحظ ري تفقد الوعي، فجون يخاف عليها كلش ومباشرة يروح لها. وهنا الشخص اللي من العصابة يستغل الفرصة ويهرب، وجون يعرف أنه اللي العصابة اللي قتلوا أهله هم نفسهم اللي جاي يطاردوه. ولحد هاي اللحظة جون مدى يعرف أن العصابة اللي جاي يطاردوه هم تابعين المدير المستشفى. وبعدها جون ياخذ ري ويخليها بمكان بعيد عن البيت، وبعد فترة هو يرجع لها. وجون يعترف ري بكل حقيقته، فري تتقبل الموضوع من دون أي مشاكل وهي تبقى عايشة ويا جون بالبيت. وجون شك يزيد أكثر بأن المدير هو اللي مسؤول عن كل اللي دا يصير وأنه هو قائد العصابة، فيروح له ويبقى يحاول أنه يستجوبه، لكن للأسف المدير كان حذر بكلامه وما بين أي شيء جون. وبعدها رامي كان قاعد على الكمبيوتر وهو يشوف بالكاميرات أنه أكو شخص من العصابة قريب من البيت، فرامي بلغ جون وري أنه شاف شخص من العصابة، وهم قرروا أنه يسوون خطة. وبهذا الوقت كان الزعيم بالبيت يشرب الدم، وفجأة جون يجي ويدق الباب، ولما الزعيم يفتح الباب
الشباب يكتشف انه جون جايب الشخص اللي هو دازل هي، او جون كان مخدر هذا الشخص، او جون مسوي خطة عبقرية وهي انه يقول للمدير اقتل هذا الشخص، او لو المدير قتله جون راح يستفاد لانه راح يتخلص من مصاص دماء خطير، او لو المدير ما قتل الشخص فجون راح يتأكد انه المدير هو المسؤول عن كل العصابة. فجون يقول للمدير اقتل هذا الشخص او دز له صورة الجثة، وهنا المدير ينصدم بطلب جون، او بعدها جون يرجع للبيت وهو رام وري يبقون ينتظرون صور الجثة، لكن المدير ما قبل يقتل هذا الشخص. وبثاني يوم جون يروح للمستشفى، وبعد فترة هو يروح المكتب المدير ويقول له انت ليش ما قتلت الشخص ودزيت له صورة الجثة؟ فالزعيم يقول له انه انا قتلته وما دزيت لك الصورة لانه المنظر كان بشع كلش وانا ما ردتك تشوف المنظر. فجون يظهر انه هو مصدق المدير، وهو يطلع مباشرة من مكتب المدير ويروح ويخلي خطة جديدة، وبعدها يروح ويسحب عينات دم من المرضى على مود يتأكد اكثر واكثر. ولما هم يكملون سحب العينات يطلعون من الجناح الخاص بالمرضى، واول ما يطلعون يقابلهم الحراس، وهنا جون يضربهم كلهم ويقضي عليهم. اما ري فمباشرة تاخذ العينات وتوديهن للدكتور اللي مسؤول عن تحليلهن، وهسه يشوف جون وهو يحتفظ بعدد من العينات وهو ينطيهن الرامي حتى يسوي عليهن ابحاث. وبعد مرور فترة نتائج الابحاث تطلع، ورامي يقول لجون وري ان المدير ما كان ينطي المرضى دواء وانما كان ينطيهم فيروس حتى يحولهم الى زومبي. فجون يعصب، وهنا هو عرف ان المدير هو اللي قتل اهله، فجون يروح للمدير ويبقى يستفزه بالكلام. فالمدير يعصب ويقول لجون انه اني اساس كل اللي دا يصير، وانه اني قتلت امك وابوك، وان الدور اجى عليك على مود اني اقتلك. فجون يتذكر اهله ويغضب، وهم الاثنين يبدون يتعاركون. بس بعد لحظات جون يعوف المدير ويقرر انه يهتم بالمرضى حتى يلقى لهم علاج ينقذهم من اللي هم بيه. وبثاني يوم تبدا اعراض مصاصين الدماء تظهر على شخصين من المرضى اللي تلقوا فيروس المدير، وهم يبقون يتعاركون لحد ما جون والممرضين يهدوهم. او بعدها نشوف ري وهي تقول لجون انه انا لازم اروح لبيتي لان انا صار لي فتره كلش طويله هنا. وبالفعل جون يوافق، او قبل ما هي تروح هو ينطيها هديه، وبثاني يوم هو يروح لها للبيت على مود يطمئن عليها. وبعدها هم الاثنين ينظفون ويرتبون البيت، وفجاه توصل رساله جون من شخص غريب ومجهول، والرساله كانت هي عباره عن انه روح صديقك رامي لان هو هسه حاليا بخطر. وبالفعل جون يروح الرامي، او جون كان معصب وقلق لا العصابه يقتلون صديقه. او هسه نشوف رامي هو بالبيت وهو يشوف اكو بالكاميرات ثلاثة اشخاص، فيعرف انهم من طرف العصابه، فيروح مباشره ويحضر سلاحه على مود يواجههم. وبعد فتره قليله هم يدخلون للبيت وهم يبدون يلزمون ويخنقوه، وهنا جون يوصل وهو يعصب كلش لما يشوف العصابه. او هسه نعرف انه اللي رسل العصابه هو المدير، وهو امرهم انه يخلصون من رامي. والحسن الحظ لينا كانت موجوده، فهي حست بتانيب الضمير ورسلت رساله جون وبلغته، ونعرف انه هي الشخص المجهول اللي رسل الرساله لجون. وهسه نرجع للحاضر ونشوف جون وهو يضرب بالعصابه، ورامي قدر انه يقتل واحد بيهم، وجون ايضا قدر يقتل الثاني، والشخص الثالث هرب. وبعدها لينا تتصل بجون على مود تطمئن على رامي بطريقه غير مباشره، وهي تلاحظ انه صوت جون ما بي اي شيء، فهي تتاكد انه رامي بعد عايش. وبعدها ري توصل لبيت جون، ولما وصلت هم يبدون يحكوا لها عن كل اللي صار. وبهاي اللحظه المدير يتصل بجون ويقول له انه انت اذا هاي المره قدرت تنقذ رامي بالمره الجايه ما راح تلحق عليه وتنقذه. ولما يغلق الاتصال المدير بقى يفكر من اللي قال لجون انه صديقه بخطر، وبعد تفكير عميق ودقيق يعرف انه لينا الوحيده اللي كانت موجوده، وهو يعرف انه هي قالت لجون. وبعدها نشوف انه معظم المرضى صاروا يتحولون الى زومبي، اما المدير فهو يقرر انه يختبر لينا، وهو يروح لها ويقول لها انه انا اريدك بمهمه صعبه وهي انه تقتلين ري. وبالفعل لينا توافق. وبالليل لينا وشخص ثاني من العصابه يروحون لبيتها، ولينا تقنع الشخص اللي اجى وياها انه ما ينزل من السياره على مود هي تروح وتنفذ المهمه. وبالفعل هو يوافق. وبعدها لينا تدخل البيت ري، وهي تروح لغرفه ري وتقرب منها، لكن هي تتردد وما تقتلها. ولما تنزل تلقى المدير واقف قدامها، فهو يقول لها تعالي وياي للبيت على مود اتفاهم وياك. ولما هي تروح وياه للبيت هو يقول لها شنو السبب اللي خلاش ما تقتليها، فهي تقول له انه انا حسيت بالذنب وانه من اليوم ورايح انا بعد ما اقتل احد. والمدير يعصب ويخنقها. وبهاي اللحظه الشخص اللي وياهم بالعصابه يتدخل ويمنع المدير، وهو يقول له انطيها فرصه ممكن انه تراجع نفسها وترجع تشتغل لصالحنا. وبالفعل المدير تعجب الفكره ويوافق، وهو وافق لان ما بقى احد غيرهم بالعصابه. وبعدها نشوف جون ورامي وهم يحجون ويا بعض، ورامي يطلب من جون انه ياخذ عينه من دمه على مود يسوي عليها ابحاث، وبالفعل هو ياخذ. وبهذا الوقت المدير يروح على لينا ويقول لها انه انا راح انطيك فرصه اخيره، وهي انه انت لازم تروحين وتقتلين الري. وبالفعل هي توافق، ومن خلال الابحاث اللي رامي سواهن هو يعرف انه علاج المرضى من الفيروس موجود بدم جون، وهذا يعني انه لازم كل مريض ينحقن بعينه من دم جون. وبعد مرور فتره ري وجون كانوا بالمستشفى، وفجاه يجي اتصال جون من رقم مجهول، والشخص اللي متصل على جون يقول له انه رامي هسه بخطر حقيقي وانه احنا
راح نقتله، وبالفعل رامي كان بخطأ، وبعد لحظات العصابة تقتله. فجون نوري مباشرة يروحون للبيت على مود ينقذون رامي، لكن للأسف الوقت فاتهم وهما ما لحقوا عليه، وجون ينهار انهيار عصبي ونفسي بسبب وفاة رامي لأنه هو كان الصديق الحقيقي إله. وري تبقى تهدئ بجون وهي تقول له أن أنت لازم تستغل الفرصة حتى تنتقم من المدير لأنه ماكو وقت مناسب غير هذا. وبالفعل جون يقوم يقرر أن يروح وينتقم من زعيم العصابة. وبالليل لينا والشخص اللي من ضمن أفراد العصابة يوصلون الري على مود يقتلوها. وبعد دقائق هم يرسلون المدير صورة ري مكتفة، وهم يخبروه ويقولوا له أنه إحنا قتلنا ري، لكن بالحقيقة هم كذبوا عليه. وهم اتفقوا ويا ري أن يساعدوها، لكن سرعان ما تنقلب الأحداث والمدير يعرف أن هم كانوا يخدعوه، فيروح ويخطف ري ويأخذها المكان مهجور. والمدير يتصل بجون ويقول له إذا تريد تنقذ ري تعال للمكان اللي راح أنطيك إياه. وبعد فترة قليلة جون يوصل للمكان اللي المدير قال له إله. أول ما يدخل يطلعوا له مجموعة من أفراد العصابة، وهنا جون يدخل وياها قتال عنيف، لكن بالنهاية هم يغدرون به ويقبضون عليه ويأخذوا للزعيم. وجون أول ما يشوف الزعيم يقول له اقتلني قبل ما تقتل ري. وبالفعل الزعيم يأخذ سكينة ويشمرها على جون، لكن بهاي اللحظة لينا ضحي بحياتها وتقرر أنه تنقذ جون، وهي تتلقى السكينة بصدرها. وبعدها المدير يقتل أحد أفراد عصابته لأنه دافع على جون. وبهاي الأثناء جون يستغل الفرصة ويهجم على المدير، وهم الاثنين يبقون يتعاركون لحد ما جون يطلع عبرة سامة كان شايلها بجيبه وهو يحقن بها المدير، لكن هنا المدير يطعن جون بصدره، وللأسف جون والمدير يموتون. وفجأة ريت تاخذ جون للمستشفى وهي تكتشف انه هو بعده ما ميت. وجون يطلب من احد الدكاترة انه يحقنه بالعلاج اللي رامي كان يشتغل عليه، لان هذا العلاج يحول مصاصين الدماء الى بشر. وجون يقول للدكتور ضروري تحقني بالأبرة لان انا اريد اموت كبشر، ما اريد اموت كمصاص دماء. وبعد فترة زمنية نشوف جون وري وهم قاعدين على سطح بناية، وجون كان على وشك انه يموت، وهو قرر انه يقضي اخر لحظات حياته ويا ري. وجون يقول لري انه انا حبيتك من كل قلبي واتمنى انه انت ما تنسيني بيوم. وفجأة جون يموت، فريت انهار عليه من البكي. وجون ورامي ضحوا بحياتهم من اجل انه ينقذون الناس من خطر عصابة مدمرة بالمدينة. وبهاي الاثناء ريت انتقل المدينة الثانية بعد وفاة حبيبها جون، وهي عاشت حياتها بكل هدوء وحزن، لكن هي كانت دائما تتذكر جون وابدا ما نسيته. وباحد الايام هي كانت تمشي بالشارع وفجأة يظهروا لها مجموعة من مصاصين الدماء وهم بقوا يطاردون بيها، وهي كانت تحاول انه تهرب منهم، لكن للأسف هم يحاصروها وما يخلوها تتحرك. وبهاي اللحظة يظهر شخص غير معروف وهو يقضي على كل مصاصين الدماء، ومصاصين الدماء كانوا يخافون منه ويهربون. فريت تشكر هذا الشخص الغريب، لكن هذا الشخص يقول لها لا تشكريني لان انت تستاهلين الضحي على مودك. وبهاي اللحظة هذا الشخص الغريب يكشف وجهه ونكتشف انه هو جون وبعده ما ميت، وهو كان عايش طول هاي الفترة، وهو بقى منتظر الوقت المناسب على مود يظهر الري. وري اول ما تشوفه تفرح كل شهواية. وبعدها هم الاثنين يعيشون حياتهم بشكل طبيعي ومن دون اي مشاكل. ولهنا تكون نهاية المسلسل.